عزيزي المشاهد، أهلا بك في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج كنت سفيرا. في هذه الحلقة نلتقي مع ضيف آخر من ضيوف هذا البرنامج ومن لهم تجربة في الدبلوماسية الكويتية. أحييكم وأدعوكم إلى بداية اللقاء. دكتور رشيد حمد الحمد بدأ مسيرته الدراسية في ثانوية الشويخ، ثم أكمل دراسته الجامعية في الأسكندرية وتخصص في الجيولوجيا في كلية العلوم. وفي عام 1968 كانت أول مهنة له كمعلم لمادة الجيولوجيا في وزارة التربية، ثم تدرج وظيفيا إلى أن أصبح موجها عاما للمرحلة الابتدائية عام 1975. وفي عام 1983 صدر به قرار كمدير لمنطقة الجهراء التعليمية. واصل دراسته العليا إلى أن حصل على الدكتوراه عام 1986 من المملكة البريطانية. وفي نفس العام عين وكيلا مساعدا للتخطيط والتنمية في وزارة التربية. وفي عام 1992 عين كمدير للمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج. تولى حقيبة وزارة التربية عام 2004 إلى 2005. قدم أوراق اعتماده كسفير للدولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية عام 2007. عزيزي المشاهد، اليوم نلتقي بسعادة السفير الوزير الدكتور رشيد حمد الحمد. دكتور رشيد، حياك الله معنا ونحن سعداء بهذا اللقاء. الله يحييك، وأنا كذلك سعيد. بداية لابد أن نتوقف عن متى كانت الولادة وأين؟ أنا مواليد 1946 في منطقة جبلة الكويت. مراحلك الأولى الدراسية دكتور؟ بدأت في، كان ذاك الوقت النظام روضة ابتدائي ثانوي. نعم، روضة مو بمعنى الروضة اللي موجودة من الحالية، لا. مرحلة كان الابتدائي يعني. فهذه كانت في بداية عمر مدرسة عمر بن الخطاب. نعم، موجودة في منطقة جبلة، الآن مكانها مجلس الأمة. كانت في ذاك المكان تماما يعني. كانت على طول مقابل البحر هناك. فبداية أنا التحقت فيها عام 1952-53، أول سنة للدراسة فيها، واستمريت فيها يعني حتى تغير النظام سنة 1957 إلى نظام الابتدائي متوسط ثانوي. نعم، استمريت أيضا، فأصبح كانت مرحلتين في ذاك الوقت، ابتدائي ومتوسط، فقضيت فيها 8 سنوات. يعني الثانوية كملتها في نفس المدرسة اللي أنت بدأت فيها؟ لا، مو الثانوية. اللي بدأت فيها المتوسط والابتدائي 8 سنوات. ثانوية كانت في ثانوية شويخ. ثانوية شويخ. نعم. يعني أنت أيضا من طلبة ثانوية شويخ، هل دخلت القسم الداخلي؟ نعم. أصلا كان ذاك الوقت في وقتنا كان إجباري، اللي يبي يروح إلى ثانوية شويخ لازم يكون في القسم الداخلي. لازم يكون في الداخلي. حقيقة شد حكينا عن ثانوية شويخ في ذلك الوقت وكيف كانت الأجواء الدراسية. ثانوية شويخ يعني كانت مبنى يعني متميز في الحقيقة، التنظيم اللي كان موجود في بيوت اللي هي المنازل حق الداخلي حوالي 12 بيت. وكان في طبعا الإدارة، كان في ساعة بيكبن وكنا نسمعها ذاك الوقت تدق لما يصير وقت يجي وقت الساعة. كان فيها يعني واسعة، والكرة واسعة. كان في دخول، في مدخلها كانت كرة أرضية. نعم، شهيرة وحقيقة تحسفنا عليها لما هدمت، وكان المفروض يعني تبقى كرمز. موجودة الصور
موجودة الصور نعم، لكن هم حطوا الآن بنوا بدالها واحدة، لكن طبعا غير التاريخية اللي كنا حتى كنا نذاكر تحتها. أنا أذكر عندي كذا صورة وإحنا نذاكر تحتها. كان حتى أذكر أن الناس بعض يروحون يتمشون في ثانوية الشويخ، يدخلون يتمشون يلفون ويطلعون يتفرجون، لأن كان مبنى حقيقة ضخم في مقاييس ذلك الوقت. و أعتقد أن يعني النظرة البعيدة لمن خطط لإقامة مثل هذه الثانوية أن تكون مستقبلا مدينة جامعية فعلا. وحقيقة الآن هي أصبحت كذلك يعني. احنا كان مكتوب عليها المدينة الجامعية من أيامنا قبل أن يكون هناك تفكير بإنشاء جامعة الكويت، كان مكتوب عليها المدينة الجامعية وكانت فيها ملعب كبير كان يستخدم دائما في المباريات المهمة. صحيح. كان فيها حمام سباحة دولي وكان فيها ملاعب من جميع الأصناف، كان فيها للداخلي حتى مصبغة هناك هي اللي احنا الطلاب الداخلي كانت تغسل ملابسنا يعني. وكان فيها ساحل من أحلى السواحل، كان فيها النادي البحري هناك كان فيها حدائق مثل ما تفضلتي الناس تجي وتتمشى فيها. يعني كانت فعلا مدينة متكاملة. حتى أعتقد سنة 58 عقد فيها أول مؤتمر للأدباء والكتاب العرب، وحضر الجواهري، نازك الملائكة. صح. كل هؤلاء الكبار يعني زاروا الكويت في ذلك الوقت. صح. يعني تخيل شلون كانت الكويت ومؤسساتها قبلة العالم العربي يتوجه لها. سنة كم دكتور خلصت الثانوية العامة؟ أنا خلصت 1964 1965 في هذا العام انتهت مرحلة الثانوية وانتقلت إلى المرحلة الجامعية. شنو كان تصورك وكان هل مخطط مسبقا أنك تكمل دراسة في مجال معين، أم بعد الحصول على الثانوية قررت؟ والله لا أحب، وإحنا بالثانوية إحنا كنا هي في قسم العلمي علمي وكان نعم. عندنا أيضا بنظام يسمى نظام التخصص. كنا أنا وبعض الزملاء متخصصين في الكيمياء، فكنا ناخذ كورسات أكثر في الكيمياء من اللي يأخذون التخصصات الأخرى. فبناء على ذلك طبعا اهتمامنا بالكيمياء، وكنا دائما نتداول قضية النفط. وكانت ذاك الوقت يتكلمون عن تأميم النفط والنفط للعرب والقضايا هذه، فكنا دائما ندردش مع بعض أنا والزملاء في الصف أن احنا سنقوم إن شاء الله إذا توظفنا بالعمل على تأميم النفط، وكلام يعني كان ذاك الوقت كلام طلاب. فلما تخرجنا اتجهنا إلى كلية العلوم لأن هي فيها قسم الكيمياء هناك والأقسام العلمية الأخرى. فاستمرينا في كلية العلوم 4 سنوات في جامعة الإسكندرية. بعد ما خلصت طبعا دراستك الجامعية كنت في إسكندرية. نعم. كيف تشوف الأجواء الطلابية الجامعية في ذلك الوقت؟ كانت كيف بالنسبة لكم كانت اسكندرية؟ كانت ممتازة جدا، كنا حوالي احنا ذاك الوقت 250 طالب كويتي في الاسكندرية. أجرت لنا السفارة مبنى واللي لا يزال إلى الآن حقيقة يستخدم أيضا كمقر طلبة الكويتيين أو تجمع الطلبة الكويتيين. وكنا يعني ثاني سنة كوننا رابطة سميناها رابطة طلبة الكويت في الاسكندرية، لحقت بعد بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت اللي كان أسس حديثا يعني وكان مقر ذاك الوقت في القاهرة. فكان تجمع طلابي متميز. شنو كانت أبرز النشاطات اللي يقوم فيها اتحاد الطلبة ذاك الوقت؟ هي كنا في نشاط اجتماعي الرحلات كنا يعني نطلع، وكنا نطلع مع أيضا طلاب إخواننا الطلاب اللي في القاهرة. نعم. نطلع رحلات جماعية. كان عندنا دائما في الأعياد كان ذاك الوقت عيد الجلوس كنا دائما يعني نجيب مطربين من الكويت شعبيين. أيوة معروفة نسوي كثير. ليلة حقيقة. ايه؟ ليلة كان ليلة أكثر كاملة. شيء يأخذون إبراهيم حسن وذيل نعم المطربين. نعم المجموعات كنا فعلا نقيم هذه. كان في عندنا مجلات حائطية نسويها لأن في لجنة ثقافية، كان في لجنة رياضية عندنا فيها يعني معظم الفرق يعني القدم التنس الطاولة وغيرها أيضا كنا نمارس هذه الأشياء، إلى جانب طبعا وجود مكتبة. يعني سوينا مكتبة داخل
داخل الرابطة هناك كان يلجأ لها. بعضها الحقيقة كان فيها كتب حتى جامعية يستفيد منها الطلاب. يعني هذه بعض الأنشطة اللي كنا نقوم فيها هناك. دكتور، خلصت الدراسة الجامعية عام كم؟ 1968. 68. 4 سنوات قعدت. نعم. يعني بعد عودتك إلى الكويت، هل كنت راسم في ذهنك وظيفة معينة أم تتقدم إلى ديوان الخدمة المدنية؟ أو كان اسمه ديوان الموظفين؟ ما كان في ديوان الموظفين، ما كان. نروح على طول للوزارة المالية أو الهيئة المالية. نعم. نعم. فأنا تقدمت، يعني سبحان الله الواحد كان يرسم شيء أساس نروح إلى مجال النفط أو غيره، لكن لما يخلص بعد 4 سنوات يعني تغير الفكر، تتغير الأفكار. فأنا رحت للتدريس، كنت ما أدري يعني كذي في بالي أني أحب التدريس. فرحت للتدريس وتحقت وزارة التربية مدرس للعلوم. مدرس للعلوم. نعم. أول عمل وين كان؟ في أي ثانوية كيفان. ثانوية كيفان. كنت مدرس جيولوجيا في ثانوية كيفان. كم سنة مضيت مدرس؟ كنت مدرس 3 سنوات. بعدين صرت مدرس أول. وبعد ذلك كيف كان التعامل مع الطلبة في ذلك الوقت؟ الطلبة يعني هم يبيلهم الحقيقة إنسان يتفهمهم. لازم هم، لا شك أن هذا العمر عمر في شقاوة وفي حركة. أكيد. دائما. وعادة الطلبة يستغلون المدرس اللي يحسون أنه عنده طيب. لكن أنا بالنسبة لي طبعا كنت أعرف تقريبا اللي بالصف، يمكن أعرفهم كلهم، هذا أخو فلان وهذا عمه فلان وهذا أخو فلان. يعني فهم بالنسبة لهم يعني تكون أنا أعرفهم وكذا، كانوا يعني بالعكس يعني الاحترام شديد بالنسبة للمدرس الكويتي بشكل عام. مو العكس يعني رافعين الميانة مثلا؟ لا، إذا لا عرفوا المدرس لا أبدا، لا بكل أدب واحترام. طبعا لا شك في بعضهم شقاوة، لكن أيضا احنا نعالج هذا الشقاوة، ما نعالجها قبل بالعقاب ولا بالأشياء، نحاول يعني نمتص. بعد التدريس في ثانوية كفان دكتور، يعني كيف اتجهت إلى أين في العمل؟ أنا رقيت إلى موجه فني، لكن دكسين سمي مفتش كان قبل أن يعني تغلب التسمية. فكنت موجه علوم، قعدت سنتين ثم عينت موجه عام للعلوم، موجه يعني رئيس توجيه العلوم. كان وقتها رحمة الله عليه أستاذ زهير الكرمي، كان هو موجه عام للعلوم. نعم. لما جيت أنا، والحقيقة هو له نظرة ثاقبة زهير، أستاذ زهير الله يرحمه. أنا تقريبا كنت يعني أول واحد أجي في مجال التوجيه في الوزارة في العلوم. بعدين جوين عقبي بسنة وكذا في زملاء يعني جو. فكان هو ناوي يترك العمل، فكان يعني طبعا نظرته أنه لو ترك العمل كان في تنافس بين الموجهين اللي موجودين، كلهم خبراء صار لهم فترة طويلة، فكل واحد يطمح أنه يكون موجه عام. فرأى أنه يحط واحد كويتي بحيث أن الجميع يسكت ولا يعترض عليه. فأنا عينت في ذاك الوقت موجه، وبالفعل أنا الحقيقة تعلمت كثيرا من اللي اشتغلت معهم. دكتور، نأخذ استراحة قصيرة الآن ثم عودة إلى استكمال الحديث بعد ذلك. عزيزي المشاهد، استراحة قصيرة وعودة إلى سعادة الوزير السفير الدكتور رشيد حمد الحمد. عزيزي المشاهد، عودة مرة أخرى إلى ضيفي في كنت سفيرا، سعادة الوزير السفير الدكتور رشيد الحمد. دكتور، كنا قد توقفنا عند مرحلة اختيارك كموجه عام للعلوم. هذه المرحلة كان فيها الكثير من الأخوة العرب هم محتلين بعض المراكز في الصدارة، وكونك أنت أصغر الموجودين سناً وحديث العهد في هذا الموقع، كيفية الاختيار هذه لم تؤثر على البقية من الزملاء؟ هو أكيد أن كان التنافس موجود بوجود الموجه العام. نعم. الدكتور الأستاذ زهير، لكن هو طبعاً كان يعني أنا أعتقد من خشيته أن يكون هذا التنافس ينعكس على العمل،
لو عين واحد منهم رئيس البقية. نعم. فرأى بثاقب النظر أن يعين أحد الكويتيين، اللي طبعا في هذه الحالة الكل راح يستجيب لمثل هذا الأمر. فعينت أنا، مع أن مثل ما قلت لك أنا قليل الخبرة بالنسبة لهم وصغير السن في ذاك الوقت، لكن رأى هو أن لا، هذا ممكن يمشي العمل بوجودهم هم طبعا، لكن هو يكون وأنت الأحق، يعني ابن البلد أحق طبعا، يعني هو لابد يكون الإحلال، هذا ضروري كان يعني. ضروري فاستمر العمل بهذا الشكل، يعني قعدت في حوالي 5 سنوات في هذا المنصب. إلى أن طبعا عينت مديرا لمنطقة الجهرة التعليمية، أنشأناها يعني إنشاء منطقة. هل كان يعني حصولك على الماجستير والدكتوراه في نفس هذه المرحلة؟ لا، ولا بعد ذلك؟ لا بعد ذلك. لا، هذا كان على البكالوريوس. كيف يعني قضية إنشاء منطقة تعليمية جديدة، ما كان يعني شنو كان المطلوب في العمل؟ هل يعني وجدت أن التوسع أصبح ضروري أن توجد منطقة تعليمية منفصلة تعنى بالجهرة؟ ما هي كانت متصلة بالعاصمة أعتقد. نعم. في ذلك الوقت هو صح، كان بالأول يعني نقدر نسميه مركزي، الإدارة كانت مركزية. نعم. كانت في الوزارة نفسها، كان في مدير التعليم المتوسط، مدير التعليم الثانوي، ومدير التعليم الابتدائي لكل الكويت. نعم. طبعا مع زيادة المدارس وزيادة عدد الطلاب وزيادة عدد المدرسين والموظفين، وجد أن في عبء كبير على المركز. فظهرت فكرة منطقة التعليمية. نعم. ونشئت أول منطقة تعليمية منطقة الأحمدي تعليمية. أول واحدة سنة 80، وعقبها بسنتين انشئت منطقة الجهرة التعليمية. أنا طبعا أول مدير للجهرة التعليمية كنت أنا سنة 82. ذكرت أن 5 سنوات ولا كم سنة مدير لمنطقة الجهرة التعليمية؟ خمس سنوات. أين بعد ذلك رسمتك المقام؟ بعدين رقيت إلى وكيل مساعد، وكيل مساعد للتخطيط والتنمية في الوزارة نفسها. يعني هذا الكلام يعني بعد تقريبا حوالي 1986 رقيت إلى هذا المنصب واستلمت هذا القطاع، وكان في مجموعة من الإدارات تتبع هذا القطاع، ويعني مضينا في العمل في هذا القطاع لمدة تقريبا إلى 92، إلى ما بعد الغزو. وأنا كنت وكيل مساعد. متى حصلت على الدكتوراه والماجستير؟ الدكتوراه حصلت عليه عام 1989، اوائل 89. فبدات متاخر انا طبعا دراسه الماجستير والدكتوراه. بس يعني انت تبدا خير منك حقي، ما التاخير فيها خير مثل ما يقال. بس اثناء عملك طبعا. اي نعم، انا يعني اللي ايضا خدمني وفادني ان جامعه ساوثهامبتون اللي درست فيها في انجلترا كانت تقبل ان يكون هناك يعني فتره حضور، يعطوني فتره حوالي شهرين في العام في السنه لازم اكون متواجد هناك، بقيه السنه من الممكن في مرونه يعني. اذا طلبني المشرف اروح، اذا ما طلبني لا راح يعني ممكن في الكويت. فهذا ساعدني وانا في الوظيفه. نعم. بعد ما اصبحت وكيل مساعد لشؤون التخطيط في وزاره التربيه، اعتقد ترقيت في الوزاره الى منصب أعلى وهكذا؟ لا، أنا الحقيقة أنا إلى الغزو كنت وكيل مساعد للتخطيط. رجعنا بعد الغزو يعني رجعنا بال91. شكلت وزارة في ذاك الوقت، كان وزيرها الله يذكره بالخير دكتور سليمان سعدون البدر. هذه الوزارة شكلت مباشرة بعد التحرير. تحرير مباشر. نعم. فكنت أنا فعلا موجود وكيل للتخطيط، رجعنا بس إحنا تركنا المبنى القديم اللي كان خرب من الغزاة، ورحنا انتقلنا إلى المبنى الموجود حاليا في شويخ. قعدت هناك حوالي إلى 92، يعني تقريبا سنة في هذا المنصب، ثم انتقلت إلى منصب ثاني خارج الوزارة اللي هو السفير، اللي هو المركز العربي للبحوث المركز العربي للبحوث لدول الخليج. طيب
شنو مدى سلطة هو المركز العربي للبحوث لدول الخليج؟ هل هو احنا اعضاء فيك ممثلين بوزارة التربية ام هو إدارة منفصلة؟ لا، هو الحقيقة هو اقليمي يضم دول الخليج. وهو يعني بالمناسبة انشئ قبل مجلس التعاون، قبل الأمانة العامة لمجلس إنشاء مجلس الأمانة العامة لمجلس التعاون، يعني أنشئ عام 1978. هو يتبع مكتب التربية العربي لدول الخليج، هذا يضم وزارات التربية في دول الخليج، ثم إليها بعدين اليمن، وكانت بالأول العراق مع المكتب قبل الغزو، طبعا بعدين أخرجت منه. هذا يعتبر مكتب التربية يعني مكتب شبه استشاري يعني، وغير ملزم أموره، ولكن يقدم خدمات تربوية لدول الخليج، لدول الخليج. نعم. يستفيد منها الجميع، وفي كثير من المشروعات تمت واستفاد منها هذه الدول. هل هو المركز يضع خطط أم هو يدرس الخطط التي تقدم من دول أو وزارات التربية في الدول الخليجية؟ هو في مؤتمر عام لوزراء التربية، وزراء المجلس التنفيذي لهذا المكتب، مكتب التربية العربي، على فكرة هذا مقر في الرياض. هذا المركز، مركز البحوث اللي أنا كنت فيه، يتبع جناح من أجنحة مكتب التربية العربي دول العربية. مكتب التربية يشبه يعني شيء مصقر اليونسكو، اللي هو للتربية والثقافة والعلوم. نعم. هذه نفس الطريقة. فهذه يعني يعرض على وزراء التربية العرب المشروعات اللي بيقدمها، تطوير التعليم، التدريب، غيره من الأشياء. فإذا وافق عليها وأقرت تعمل. يبدأ طبعا هني بعملها، ثم تعمم على دول الخليجية اللي هم أعضاء أصلا في نعم. في هذا. كم سنة قعدت في مركز البحوث دكتور؟ أنا قعدت من 92 عينت فيه إلى أن انتقلت للوزارة كوزير في 2003. كيف تم اختيارك كوزير؟ طبعا جاني يعني طلب لقاء مع صاحب السمو الأمير، كان وقتها شيخ صباح رئيس وزراء. نعم. فعرض علي الأمر، طبعا وافقت على، لأن هذا مجالي وأنا طبعا طول يعني العالم. قضية أنه يعرض عليك أنك تكون وزير تربية أكيد هي لخلفيتك طبعا. نعم. وجودك في وزارة التربية سنوات طويلة، فلابد هذا الترشيح. كيف شفت العمل واختلف عليك العمل من مركز البحوث إلى وزارة أنت مسؤول عنها من أصغر شيء إلى أكبر شيء؟ يعني طبعا الاختلاف كبير جدا يعني. مركز البحوث مركز هادي، هدوء هدوء، مراجعينك قلال يعني. والمناسبات اللي تروح فيها وكذا كلها عبارة عن عمل فكري. نعم. وناقشات وطرح مشروعات وغيره. لكن الوزارة لا، عمل كبير صراحة يعني. أنت مسؤول مثل ما تفضلتي من أصغر شيء إلى أكبر شيء. نعم. من الطالب إلى المدرس، إلى الوسيلة التعليمية، إلى المباني المدرسية، إلى التدريب أو وسائل التدريب وغيرها، والمؤتمرات الخارجية. يعني أنت مسؤول عن كم هائل كبير من المسؤوليات. فطبعا لا شك أن شيء ليس بالأمر السهل يعني. أهم القرارات وأنت وزير للتربية، وكيف هل اختلفت الصورة عندك الآن؟ يعني أكيد لا شك سنة عن سنة تختلف الأمور في العمل، ولا يكون عمل مشابه لعمل الآخر ولا وزير مشابه للآخر. كيف تشوف شفت هذا العمل؟ احنا طبعا من يعني من القرارات اللي كانت على ايام ما كنت انا موجود اللي قمنا فيها هو توحيد النظام التعليم في الثانوي. يعني كان عندنا نظامين لفترة طويلة. نعم. نظام اسمه نظام التعليم العام ونظام المقررات. فكان طلبة يعني يخضعون لهذا الأمر والطلبة، فحتى المعيار للتفاضل بعدين لما يروحون الجامعة أو يحصلون على المعدل راح يكون في نوع من اختلاف وعدم التوازن. فدرسنا هذا الأمر في ذاك الوقت، وتم في الحقيقة الاتجاه إلى نظام موحد في المرحلة الثانوية، والحمد لله استمر ولا يزال.
هناك من بين فترة وأخرى يشكو من المناهج أو تغيير المناهج، أو حتى طبعا على مستوى المجتمع البعض يشكو من المناهج، يعني قضية وضع المناهج، هل يتم اختيار القائمين على المناهج، وضع المناهج التعليمية وفق معايير خاصة، أم هي تتدخل مسألة أنه والله فلان يرشح من قبل فلان؟ كيف يتم المعيار لاختيار واضعي المناهج التعليمية في الكويت؟ لا، هو طبعا من بدأت الكويت هي الحقيقة تقوم ببناء مناهجها، كان الاعتماد كثير على أولا على الجامعة، جامعة الكويت، المدرسين أو الدكاترة اللي موجودين فيها في تخصصاتهم، إلى جانب طبعا من يعملون في الميدان في المدارس عندنا وموجهين ومدرسين أوائل وغيرهم. فتكون مجموعة الحقيقة من هؤلاء الناس هم اللي يضعون هذه المناهج، فهو المنهج يوضع محلي. لما أنشئ مكتب التربية العربي لدول الخليج حاول أن يكون هناك مناهج نموذجية مشتركة. نعم. أفضل ومشتركة بين الدول. فاتفق على أن تكون هناك مناهج علوم ورياضيات، لأن هذه المناهج ما فيها خصوصيات بلد، هذه عبارة عن حقائق علمية. وضع بنية مناهج شارك فيها مختصين من جميع الدول، من جميع الدول الخليجية. وكانت مناهج رائعة، أنا من ضمن الناس اللي شاركوا فيها أذكر في ذاك الوقت، وطبقت هذه المناهج بس في فترة سابقة طبعا مع تغير الزمن وخصوصية كل دولة أصبحت يطلع بمناهجها كما تريد. دكتور، طبعا قبل لا ننتقل الآن إلى مرحلة أخرى من مجالك العملي، لابد من استراحة قصيرة عزيزي المشاهد، ثم عودة إلى ضيفي معالي الوزير السفير الدكتور رشيد حمد الحمد. استراحة قصيرة. عزيزي المشاهد، عودة مرة أخرى إلى ضيفي معالي السفير الوزير الدكتور رشيد حمد الحمد. دكتور، بعد الوزارة أعتقد أنت دبت للعمل في الخارجية، كيف كان هذا الانتداب وليش مثلا ما خذوا سفير من السلك الدبلوماسي المتواجد عندهم في الخارجية؟ أنا بعد خروجي من الوزارة 2006 كلمني خروجك هل بعد نهاية الوزارة أم استقالة؟ نعم، احنا كنا 2003 بدينا، وهي أول وزارة كان يشكلها صاحب سمو الأمير، كان وقتها رئيس وزراء. ثم في عام 2006 توفي رحمة الله عليه الشيخ جابر. فدستوريا لازم تستقيل الوزارة. فاستقالت الوزارة، استقالت أنا ما رجعت. فعرض علي أخوي الشيخ محمد الصباح وزير الخارجية أني أطلع سفير. أنا اعتذرت منه لأن ما في ذهني أبدا أني أطلع خارج الكويت أو أعيش خارج الكويت. عقبها بفترة خلاص مشيت الأمور، فترة يمكن أشهر، أيضا تصادفنا معه وكرر علي الطلب وقال لي احنا نبيك معنا سفير وكذا. وقلت له وين اي مكان؟ قال لي في مصر. خلى ان شاء الله اشوف اشاور. وفعلا انا هم ما كان عندي رغبه، لكن ايضا مصر كان لها مكان دارس فيها وكذا واحب مصر. فانتظرت كان الكلام هذا قبل الصيف. وبعدين جت العطله الاجازه الصيفيه لشهر 7-8 ما في تواصل مع الشيخ محمد. قلت خلاص اكيد حصلوا احد من الخارجيه وكذا، ما كنت انا في الخارجيه وكذا. فاتصل فيني ذاك اليوم قال لي ابو حمد ما رديت علي عقب 3 شهور هالكلام. قلت خلاص طالمت اللي اتصلت بعد ما اقدر اقول شيء، ووافقت على طول. واستعديت طبعا حقها، طبعا لها اجراءات قبل يكتبون للدوله اللي ياخذون الموافقه وغيرها، موافقه الدوله. فبدات في عام 2007 اواخر 2007 شهر 11 نوفمبر
رحت إلى مصر كسفير. كيف شفت العمل الانتقال من رجل يعني طول عمر العمل في تربية وزير تربية ثم ينتقل إلى السلك الدبلوماسي استقبالات والدبلوماسية طبعا يعني محتاجة إلى أسلوب خاص تعامل خاص، كيف شفت الأمر يعني؟ هو طبعا لا شك المنصبين مختلفين تماما يعني، لكن يظل يعني أنا بوزارة يعني وجودي كوزير مدة 3 سنوات كان لي حقيقة علاقات وايد مع السفارة، يجوني دائما يعني كل تقريبا كل السفراء أكيد لازم أجانب وعرب يعني بيننا وبينهم لقاءات. إلى جانب طبعا الواحد يسافر في مؤتمرات أو غيرها أيضا يشوف السفراء هناك يقابل السفير الكويتي اللي موجود يعني. يعني العملية مثل ما نقول ما هي من الصفر يعني في مجال، لا أكيد طبعا، ولا شك أيضا الوزير مهما كان لا بد أن يتميز بالدبلوماسية أكيد. هذه مطلوبة منه يعني مو بس السفير. فلذلك يعني الواحد مثل ما خلينا نقول يعني على الأقل ثلث الموضوع في باله أو ثلث الأرضية حق هذا العمل موجودة طبعا، فهي ما ليست بالعملية يعني صعبة كبيرة. ومع الوقت يعني الواحد عكس دكتور، في هناك من يقول بأن بعض السفراء عندما يذهبون إلى بلد لتقديم الأوراق يعني أوراق اعتماده ربما يتأخر في بعض الدول، وربما يعني الأمر يتم في يعني مدى زمني قصير. كيف كان الأمر معك يعني عندما؟ بالنسبة لي أنا بعد 6 أشهر قدمت أوراق. ليش؟ هذه كان النظام طبعا في مصر أنهم يجمعون مجموعة من السفراء مو كل واحد بواحد. فكنا احنا تقريبا اللي جمعنا ما يقارب 30 سفير في مرة واحدة، في مرة واحدة لمقابلة تقديم الأوراق لرئيس الجمهورية. لكن احنا أول ما نوصل نقدم أوراقنا إلى وزير الخارجية وتقدر تمارس عملك في هذه الحالة طبيعي يعني. لكن ما ترفع العلم على السيارة إلى أن يعني هذه أول مرة نعرف سفير الجمهورية يعني لازم تكون رئيس قابل رئيس الدولة أولا، رئيس الدولة تقدم أوراق لرئيس الدولة بعد ذلك تكون رسميا أنت سفير. فأنا يعني جان الدور بعد 6 شهور. 6 شهور. طيب خلال ال6 شهور كيف كنت تعمل كسفير؟ يعني هل تتخذ قرارات؟ هل تقابل مسؤولين أم لا؟ لا لا محدودة لا. العملية. لا كل الصلاحيات موجودة. مثل ما قلت لك لما تقدم إلى وزير فقط الخارجية. فقط رفع العلم على السيارة. هو طبعاً رفع العلم وأيضاً قد يكون يعني أمور أخرى. طبعاً إحنا ما تعرضنا لها يعني أو درينا عنها وشيء، بس العمل العادي مستمر ما في شيء. مستمر ما في شيء يعني. دكتور كيف كان التعامل يعني خاصة مصر من الدول اللي نستطيع أن نقول بأن هي أكبر زخم للجالية الكويتية في التواجد، وانت عارف الكويتيين أي شيء سفارة أي، وطبعا لأنها دولة كبيرة دولة السياحة فيها متاحة ومتاح كل شيء، ليس هناك من ضوابط على السفر فتحصل الكثير من المشاكل. هل أنت كسفير توزع العمل حسب أهميته وأولويته أم كل شيء يحدث لازم أنت تكون ملم فيه وعلى علم فيه؟ لا هو طبعا علاقة مصر بالكويت علاقة يعني قوية من زمان هاي معروفة، ولا ننسى أن يعني افتتاح بيت الكويت اللي كان اسمه بيت الكويت كان سفارة ذاك الوقت الحكي سنة 1954 عفوا 1958 لما افتتح، اللي افتتحه الرئيس جمال عبد الناصر. نعم. يعني من كثر معزتهم للكويت هو اللي افتتحه بوجود نعم. الشيخ عبد الله الجابر الله يرحمه ذاك الوقت. فمن ذاك الوقت ومن قبلها كان الكويت لها يعني علاقات قويه مع مصر واستمرت ولا زالت مستمره يعني. مصر ما تفضلت يعني شقيقه كبرى والجميع الحقيقه يعني يحب مصر ويحب المصريين، الشعب المصري شعب لطيف مضياف، فالعلاقات يعني جدا ممتازه ما بين البلدين. واحنا نحس فيها يعني كسفراء نحس ان كل شيء مهيئ لنا يعني لما نطلب نقابل اي وزير او غيره ما نجد ذيك
يعني الأمور الرسمية أن لازم في مرونة يعني في مرونة تجاه الكويت. فلذلك الحقيقة العلاقات جيدة، مثل ما قلت التعامل من أفضل ما يمكن ما بين الشعبين. بالنسبة للعمل هناك طبعا هو موزع أساسا، لأن في قنصلية مسؤول عن جوازات وعن أمور العمل وغيرها، وفي قطاع سياسي مسؤول عن العلاقات ما بين الدولتين، وفي قطاع إداري ومالي هو اللي يقوم بتنظيم العمل داخل بالنسبة للموظفين والسفير وأعضاء السفارة. فالكل عارف يعني مسؤولياته في السفارة. أعتقد سعادة السفير أيضا من نشاطات السفارة إقامة ديوانية أسبوعية للرواد، يعني شو الفكرة؟ يعني هل نقل الحياة كما هي في الكويت لهم؟ الفكرة ممتازة. كثير من الزوار يجون هناك، مثل ما قلت، وفي طلاب أيضا وفي رجال أعمال، في تنوع سياح هناك. فلذلك السفير يمكن ما يقدر يلتقي فيهم أثناء العمل، وهم أيضا مشغولين وهو مشغول. فلذلك أفضل مكان يتلاقون فيه بعد ساعات الدوام الرسمي. وبالنسبة للكويتيين الديوانية أفضل مكان الحقيقة للقاء. أنا لما جيت كانت موجودة الديوانية، كانت موجودة من أيام الله يرحمه محمد الرجيب، كان سفير هناك. نعم صحيح. استمرت طبعا، وأنا جيت لما جيت طبعا سألت أخي أحمد الكليب، قال لي إحنا نسويها يوم الاثنين دائما عقب. فاستمرت التقليد هذا. استمرت طبعا. كيف يعني أنت كسفير التابع، لأن مصر تختلف كما تفضلت عن بقية الدول العربية، هناك النشاط الثقافي، النشاط الفني، الاقتصادي، هل مثلا بعض الأخوة المستثمرين يأخذون رأي السفارة في قضية الاستثمارات مثلا أو الشراء أو البيع، وكذلك بالنسبة للنشاطات الأخرى؟ نعم، احنا طبعا مصر يعني مثل ما قلت لك فيها زخم كبير من الكويتيين وجميع الأصناف، يعني ففيها مستثمرين مثلا وايد ناس يجونا بالسفارة يسألون عن مثلا شراء عقارات مثلا أو شراء سلع أو بضائع أو غيرها. هناك معارض تقام داخل مصر تشارك فيها الكويت، ويشارك فيها أفراد مو بس على المستوى الرسمي، أفراد هناك. فإحنا نسهل لهم أيضا هذه الأمور، ونقل إذا كان هناك نقل بعض الأشياء إلى من الكويت إلى مصر أو العكس. يعني هناك كثير طبعا الطلاب، هذا يعني أكبر بلد يستقبل طلابه هو مصر من طلابنا. لذلك السفارة ممثلة بمكتب المكتب الثقافي، يقوم بتسهيل كل الخدمات والمهمات لهم. العمل مو سهل يعني في مصر لكثرة الناس الرواد الكويتيين هناك. لذلك يعني دائما نطالب احنا بزيادة الموظفين، والحقيقة دائما الوزارة لا تمانع، ما تقصر. نعم، وأكثر يعني زخم العمل في سفارة الكويت في القاهرة أكثر من أي دولة في الدول أخرى. يعني تصوري نعم من نعم دول هناك أخرى يعني. فلذلك دائما احنا متابعين. هناك أيضا في مشاكل تحصل، يعني مشاكل سرقات مثلا، أحد يسرق منزله أو تسرق شقته، أو طالب يحصل حادث مثلا، تحصل وفيات داخل مصر. يعني كل هذه الأمور احنا نتابعها في السفارة. فهو يعني عمل ليس بالسهل، ومحتاج إلى يعني كفاءة وعدد صراحة، يعني كم من الموظفين اللي ممكن يحلون هذه الأمور. دكتور، أيضا هناك المشاريع الخيرية التي يقيمها أبناء الكويت في القاهرة، وأيضا أعتقد بيت الزكاة. نعم. يعني من أكبر المؤسسات التي تقيم مشاريع خيرية. كيف تتولى السفارة تنظيم هذا العمل؟ يعني يأتي أحد الأخوة من الكويت أو محسنة من محسنات الكويت تريد أن تقيم مشروع. نعم. فكيف، هل أنتم ترشدونهم؟ هل أنتم عندكم أولويات؟ هل في طلبات تقدم لكم؟ كيف تتعاملون معهم؟ هو الحقيقة من أول ما بدأ إنشاء بيت الزكاة هناك، يعني الحمد لله صار في جهة أو كيان موجود هو من يتابع مثل هذه الأمور. لأن تدرين وزارة الخارجية ليست معنية
مباشرة بهذه القضايا. لكن بيت الزكاة كثر خيره، هو ترى الفرع الوحيد خارج مصر موجود، عفوا خارج الكويت، لبيت الزكاة موجود في مصر، مصر. ما في غيره لكثرة المشروعات الخيرية. نعم. فلذلك كل شيء يعني يتم عن طريق، يعني أي أحد يبي من عندنا شيء وكذا نوجهه إلى هناك. وهناك حقيقة مدير نشط جدا موجود هناك، أستاذ إسماعيل الكندري، يقوم بعمل خير قيام سمي هو مكتب الكويتي للمشروعات الخيرية. يعني شالوا عن اسم بيت الزكاة حتى يأخذ بعد أكبر. نعم. إلى جانب أن في أفراد يحبون بنفسهم هم يسوون المشروعات أو يلجؤون إلى أحد مقيم هناك يساعدهم في مثل هذا الأمر. إحنا أنا حقيقة لما كنت هناك كنت أحرص أني أحضر افتتاح كل مشروع خير، لأن هذا يمثل الكويت طبعا. ويعني أحرص أنه، لأن وجود وزير مثلا وزير الأوقاف لو افترضنا افتتاح مسجد، وفي كثير من المشاريع وزير التربية يحضر افتتاح المعاهد مثلا، وزير الصحة يحضر إلى افتتاح المستوصفات اللي يقيمونها أفراد أو يقيمها الكويتيين هناك. ففي عمل دائم الحقيقة في هذا المجال، وبهذه الطريقة يكون العمل الخيري داخل مصر. ثورة 25 يناير أنت كنت موجود في القاهرة، كيف كان الوضع وكيف نظرة الكويت وكيف الدبلوماسية الكويتية نظرت للأمر؟ احنا يعني تابعنا هذا الموضوع، ويمكن اقول لك في اليوم 25 يناير كان يوم رفع العلم داخل السفارة عشان الاحتفال بالعيادة الوطنية الكويتية. هذيك السنة كان ما على مرور 5 سنوات على تولي سمو الأمير و25 سنة على التحرير. كنا محتفلين داخل السفارة المبنى القديم في حديقة السفارة، وكان في حضور كبير وكل سفراء دول الخليج ومجموعة من الإعلاميين المصريين ومجموعة من الوزراء المصريين، وكانت كنا احنا هني نحتفل، وكان ميدان التحرير يغلي بالحركة. بس احنا طبعا ما توقعنا يعني ان بهذه السرعة راح تكون هذه العملية. فما ماشيين احنا بطريقنا على 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 يعني برنامجنا اللي وضعناه. وبالفعل قمنا بهذا الأمر. طبعا خلصنا النهار، بالليل لما رحنا بدأت عاد قضية الثورة في هذا هذا الوقت. طبعا احنا كغيرنا الحقيقة من السفارات، هو ما حصل أثناء الثورة أن كل الحراس اللي عندنا تركوا ساعته ومشوا، يعني ما بقى عندنا حارس، أصبحت السفارة مكشوفة. فطبعا احنا خفنا على بعد ما حلت وزارة الداخلية خلاص، يعني اصبح ما في حكومة. فاضطرينا احنا ان ننتقل من بيوتنا ونسكن داخل السفارة كل الموظفين بما فيهم طبعا موظفين غير الكويتيين المصريين علشان نحافظ على السفارة. وبالفعل كنا نقفلها بالليل، وكان نحس في ناس تحاول تقتحم السفارة. في بلطجة صارت ذاك الوقت غيرها. ثم طبعا اتصلنا بالجيش ذاك الوقت، قلنا له يعني شوف لنا صرفة، جابوا لنا مصفحة خلوها أمام الباب نوعا ما، يعني خذت شوية حماية، أخذنا حماية. في هذا الوقت طبعا احنا اضطرينا أن نرحل الكويتيين، كان في وايد كويتيين موجودين. لأنه مو معروف شنو النتائج، ما معروف كانت النتائج والداخلية كلها انتهت هناك. أصبح فقط الجيش هو اللي يقوم، والجيش ما يقدر يقوم بعمل وزارة الداخلية يعني. فاللي حصل طبعا اشتغلنا هناك وعملنا يعني نظام لترحيل كل الكويتيين اللي موجودين. بالفعل اشتغلنا حقيقة شغل كبير، ورحلنا حوالي 9000 فرد من الكويتيين اللي موجودين. ولكن بعد ذلك استقرت الأمور الحمد لله. بعد ما رحلناهم ارتحنا، وطبعا هم بعد أيضا الأمور هناك بدأت شوية. نعم. المجلس اللي كان مجلس القوات المسلحة نوعا ما أخذ دوره في الحكم. نعم. سعادة الوزير السفير، الحقيقة الحديث معك شيق وممتع. نتمنى لك الآن، أنت في مرحلة يعني التقاعد الآن، وإن كنت سنك صغير على التقاعد بس أديت اللي عليك، ونسأل الله لك الصحة والعافية. وتحياتنا عزيزي المشاهد لضيفي الوزير السفير رشيد حمد الحمد، أحييه وأشكره.
وأيضا عزيز المشاهد أجمل تحية لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.